زيادة المساحة الخضراء وخلق متنفس جديد للعوائل البغدادية هو ما تسعى إليه دائرة بلدية المنصور من خلال افتتاح عدد من الساحات العامة بعد تأهيلها في مناطق المنصور واليرموك ومنطقة العامرية. افتتاح مشروع متنزه قحطان العائلي لجعلهم هذا المواطنين اعزاء بمناسبه اعياد الفطر المبارك، قامت بالاضافه الى هذا المشروع بتاهيل العديد من الحدائق بمناسبه عيد الفطر المبارك، منها حديقه ساحه جعفر العلي وحديقه الخريفيه، وتاهيل حديقتان في منطقه الخضراء وحديقه الاخوه الصالحين لاستقطاب عدد اكبر عدد ممكن من المواطنين الاعزاء اثناء فتره العيد وجعلهم متنفس للعائلة الكريمة. الحفاظ على هذه الساحات لا يقتصر على الدوائر الخدمية وحسب، بل للمواطنين دور كبير في الحفاظ على ديمومتها وتجنب حالات التخريب والاستخدامات الخاطئة التي تفقد هذه المرافق جماليتها. ندعي المواطنين انه يحافظون على هذا المتنزه، لان مثل ما تشوف هسه المتنزه جميل جدا، يعني ما صار به قصور، فندعي من المواطنين انه يهتمون به. ها كل اللي نطلبه من عندكم ان شاء الله. وياتي افتتاح هذه الساحات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك لتكون مهيئة لاستقبال العوائل رغم اهمال ملف الخدمات للفترات السابقة الذي افقد بعض مناطق العاصمة بغداد رونقها المعتاد. مصطفى حمدي، قناة الرشيد، بغداد.